واحلى مثال الاستاذ احمد طارق ده الفيزياء هنجيبها في الشوال بسببه، هنجيبها في الشوال متمكن. لا ما هم انا اتضحت في اخر شهر ان هي كدابه اصلا، يعني لسه مكتشفين اول امبارح انها ضحكت علينا اصلا، ماشيين معاها دول كلهم متغفلين. عايز تقول لهم ايه ده بيكدبوكي على طول؟ ليه ده كله اصلا؟ والله ما عملت حاجه يعني. لا رناد رناد عسل اقسم بالله، ده طيبه، ده قلب الحنين معاها. نصيحة مني ليكي النهاردة وللزمن، ما قلتيش تمسك المايك تاني. مش هنمسكه تاني ان شاء الله، ما تأمنوش لحد في ثالثة سنة، وبالذات البت ريري ده. تعالي البت ريري تعملي ايه ريري فيه؟ نفسي اعرف ريري دي انشغلة تفكير. لا لا استحي، انا نفسي اعرف سؤال، انت ليه بتمسكي المايك؟ عايزة تقولي لهم ايه؟ والله عادي يعني، مش بذاكر يعني من وراهم ولا اي حاجة. بتضحك علينا وبتقول ما بتذاكرش، هي اصلا بتذاكر وبتجيب درجات حلوة في الامتحان. من اول السنة ده ده بتضحك علينا واحنا ما بنذاكرش اصلا، وهي بتقول انا بذاكر وبتجيب درجات حلوة. صح. واحلى مثال الاستاذ احمد طارق ده الفيزياء هنجيبها في الشوال بسببه، هنجيبها في الشوال متمكن. كلمي يا فاطمة. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول لطلاب الثانوية العامة الجداد ان هم يتفائلوا خير، ان شاء الله ربنا يوفقهم في المستقبل وكده، وبرده يعني ما حد يذاكر ماشي ده وكده، بيحلل فلوس اهله ماشي، بس مش يكذب. نيجي نساله يقول لا مش بنذاكر، لا ما بذاكرش، طب ليه النفاق بقى يعني كده؟ دي بس اللي عايزه اقول. اهم حاجه النفاق، النفاق بالذات البت ريري ريري احلى بس. بنقول رساله لثالثه ثانوي ان هم يشدوا حيلهم، ياخدوا السنه من اول يوم جد، ما يقولوش اخر شهر هنذاكروا كده، لانهم في اخر شهر مش هينهضوا يلموا اي حاجه، هو من اول السنه ياخدوها جد، وما يمسكوش في صاحب ويمشوا لوحدهم. واضح انت ماشيه لوحدك. لا ما هم انا اتضحت في اخر شهر ان هي كدابه اصلا، يعني لسه مكتشفين اول امبارح انها ضحكت علينا اصلا، ماشيين معاها دول كلهم متغفلين. عايز تقول لهم ايه ده بيكدبوكي على طول؟ ليه ده كله اصلا؟ والله ما عملت حاجه يعني. كدابه. لا رناد رناد عسل اقسم بالله، ده طيبه، ده قلب الحنين معاها. نصيحة مني ليكي النهاردة وللزمن، ما قلتيش تمسك المايك تاني. مش هنمسكه تاني ان شاء الله. والله رناد والله طيبة وغلابة. لا لا رناد والله بس بنهزر معاها. صعبة الجدع اقسم بالله. سؤال، انتوا مبسوطين ان ابو كبير ميديا جت الزقازيق؟ ايوه ده اكيد، احنا متابعينكوا. ايوه والله احنا. شكرا ليكم. واحلى مثال الاستاذ احمد طارق ده الفيزياء هنجيبها في الشوال بسببه، هنجيبها في الشوال متمكن. لا ما هم انا اتضحت في اخر شهر ان هي كدابه اصلا، يعني لسه مكتشفين اول امبارح انها ضحكت علينا اصلا، ماشيين معاها دول كلهم متغفلين. عايز تقول لهم ايه ده بيكدبوكي على طول؟ ليه ده كله اصلا؟ والله ما عملت حاجه يعني. كدابه. لا رناد رناد عسل اقسم بالله، ده طيبه، ده قلب الحنين معاها. نصيحة مني ليكي النهاردة وللزمن، ما قلتيش تمسك المايك تاني. مش هنمسكه تاني ان شاء الله، ما تأمنوش لحد في ثالثة سنة، وبالذات البت ريري ده. تعالي البت ريري تعملي ايه ريري فيه؟ نفسي اعرف ريري دي انشغلة تفكير. لا لا استحي، انا نفسي اعرف سؤال، انت ليه بتمسكي المايك؟ عايزة تقولي لهم ايه؟ والله عادي يعني، مش بذاكر يعني من وراهم ولا اي حاجة. بتضحك علينا وبتقول ما بتذاكرش، هي اصلا بتذاكر وبتجيب درجات حلوة في الامتحان. من اول السنة ده ده بتضحك علينا واحنا ما بنذاكرش اصلا، وهي بتقول انا بذاكر وبتجيب درجات حلوة. صح. واحلى مثال الاستاذ احمد طارق ده الفيزياء هنجيبها في الشوال بسببه، هنجيبها في الشوال متمكن. كلمي يا فاطمة. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول لطلاب الثانوية العامة الجداد ان هم يتفائلوا خير، ان شاء الله ربنا يوفقهم في المستقبل وكده، وبرده يعني ما حد يذاكر ماشي ده وكده، بيحلل فلوس اهله ماشي، بس مش يكذب. نيجي نساله يقول لا مش بنذاكر، لا ما بذاكرش، طب ليه النفاق بقى يعني كده؟ دي بس اللي عايزه اقول. اهم حاجه النفاق، النفاق بالذات البت ريري ريري احلى بس. بنقول رساله لثالثه ثانوي ان هم يشدوا حيلهم، ياخدوا السنه من اول يوم جد، ما يقولوش اخر شهر هنذاكروا كده، لانهم في اخر شهر مش هينهضوا يلموا اي حاجه، هو من اول السنه ياخدوها جد، وما يمسكوش في صاحب ويمشوا لوحدهم. واضح انت ماشيه لوحدك. لا ما هم انا اتضحت في اخر شهر ان هي كدابه اصلا، يعني لسه مكتشفين اول امبارح انها ضحكت علينا اصلا، ماشيين معاها دول كلهم متغفلين. عايز تقول لهم ايه ده بيكدبوكي على طول؟ ليه ده كله اصلا؟ والله ما عملت حاجه يعني. كدابه. لا رناد رناد عسل اقسم بالله، ده طيبه، ده قلب الحنين معاها. نصيحة مني ليكي النهاردة وللزمن، ما قلتيش تمسك المايك تاني. مش هنمسكه تاني ان شاء الله. والله رناد والله طيبة وغلابة. لا لا رناد والله.
بحبها والله بس بنهزر معاه. صعبة الجدع اقسم بالله. سؤال، انتوا مبسوطين ان بكبير ميديا جت الزقازيق؟ ايوه ده اكيد، ده احنا متابعينكم. ايوه والله احنا شكرا ليكم.